أهلا بكم إلى هذه النافذة من المغرب والتي نقدمها لكم لمواكبة نتائج الانتخابات المحلية والتشريعية ومسار تشكيل الحكومة في المغرب. هذه النتائج تستمر محطة متابعة وتحليل وسط ترقب لانعكاسها على المرحلة المقبلة وتحديداً تشكيل حكومة بعد تكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش تشكيل الحكومة. وتشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية إحدى أبرز التداعيات مع انعكاسها على الحزب نفسه. ما هي أبرز السيناريوهات لتأليف حكومة في المغرب؟ وكيف يواجه حزب العدالة والتنمية خسارته؟ كل هذه الأمور سنناقشها مع ضيفينا في الأستوديو، السيد رضوان عميمي أستاذ القانون الدستوري، مرحبا بك، والسيد شفيق الودغيري الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. سنتحدث عن كل هذه الأمور، لكن دعوني أولا أتحول إلى مراسلنا في العاصمة الرباط، أو هو ليس جاهزا بعد، سنستمر في النقاش. أولا يعني يبدو أن المسار الدستوري نحو تشكيل الحكومة يسير بشكل سليم أستاذ رضوان، منذ إعلان النتائج النهائية اليوم تم تكليف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة وسيبدأ المشاورات قريبا. فعلا سيدتي، كما جرت العادة بطبيعة الحال يحرص جلالة الملك على تفعيل مقتضيات الدستور، خاصة الفصل 47 باعتباره رئيسا للدولة، يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب. بطبيعة الحال تعيين السيد عزيز أخنوش فيه احترام للمقتضيات الدستورية أولا، ثم فيه احترام للديمقراطية الداخلية داخل الحزب المتصدر لانتخابات مجلس النواب. بطبيعة الحال هناك إشارة مهمة جدا، هي أن جلالة الملك حرص مباشرة في نفس اليوم بعد إعلان النتائج النهائية لاستقبال السيد عزيز أخنوش وتكليفه برئاسة الحكومة وتشكيل الأغلبية، وفي اعتقادي هذا إشارة مهمة جدا على نجاح المسلسل الديمقراطي وانتقال المغرب بشكل سلس، مقارنة بطبيعة الحال مع بعض التجارب خاصة في المحيط وخاصة أيضا على المستوى الدولي. طيب سيد شفيق الودغيري، ما الذي تمثله لكم هذه المحطة، محطة تكليف عزيز أخنوش الأمين العام للحزب بتكليف الحكومة؟ أولا، حزب التجمع الوطني للأحرار تلقى إشارات مبشرة وإيجابية منذ الإعلان عن النتائج. أول إشارة إيجابية هي نسبة المشاركة التي فاقت 50%، والتي هي دليل على رغبة المغاربة، رغبتهم في التغيير ورغبتهم في البديل. أعتقد أنهم وجدوا بديلهم في مشروع تجمع الوطني الأحرار وفي مرشحي تجمع الوطني الأحرار. اليوم جلالة الملك هو الضامن لسير المؤسسات، طبق الفصل 47 من الدستور وعين رئيسا للحكومة من الحزب الأول، واحترم العرف الدستوري المتمثل في تعيين رئيس الحكومة من زعيم الحزب. اليوم الأخ عزيز أخنوش هو رئيس الحكومة، سيقود مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي يجب أن تكون حكومة قوية منسجمة، وسيعكس ذلك البرنامج الحكومي الذي سيكون على أرضية مشروع الأحرار، كما قال الأخ الرئيس في ندوة الأمس، حيث قال بأن يدنا ممدودة لجميع الأحزاب السياسية، لا خطوط حمراء، الشرط الوحيد هو التقاطع في الرؤى في التوجهات على أرضية مشروع الأحرار. سنتحدث عن هذه النقطة سيد شفيق، أولا سننتقل إلى مراسلنا في الرباط لنستطلع منه يعني الأصداء في الشارع المغربي الذي يواكب ويراقب باهتمام شديد تطورات العملية الانتخابية والنتائج وتداعيات هذه النتائج على المشهد السياسي. عبد الرحيم. نعم، فاتح الشارع قبل بدء ساعة الحجر المرتبطة بكوفيد 19 استبشر كثيرا بهذه الخطوة، واستمر النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي، الكل تقريبا يردد عبارة الملك وجه رسالة إلى الشعب الذي انتخب، يقول له ليس لدي وقت أضيعه. ساعة قليلة بعد انتهاء عمليات الفرز بشكل نهائي والبت في أمر النتائج النهائية، كان الاستقبال في فاس، حيث طار
الرئاسة عزيز أخنوش إلى هناك، واستقبله الملك في تلك المدينة التي لديها رمزية كبرى بالنسبة للجانب الروحي والعلمي في قلوب المغاربة. إذن نحن أمام تكليف جديد ومن مستوى أعلى بالنسبة لأخنوش. بالمقابل وحسب ما بلغني من مصادر في الأحزاب الكبرى، خطوط الهاتف ساخنة الآن، الكل يتواصل مع الكل ويحضرون أنفسهم لبدء المشاورات، خاصة وأن الاستقبال السريع لعزيز أخنوش يوازيه طلب بأن من أخنوش لرفاقه في الأحزاب الأخرى بأن يكونوا مستعدين لبدء المشاورات في أسرع وقت ممكن، لعلهم في غضون أيام قليلة ينتهون من تسطير لائحة الوزارات والوزراء، وبعد ذلك تقديمها إلى الملك لينظر فيها ويوافق على ما يوافق، أو إن كان لديه رأي آخر كذلك فيتخذه. ولكن نعم، الآن السرعة الصاروخية التي انطلقت بها عملية التكليف تنتظر سرعة أخرى، والكل مستبشر. على الأقل هذه انتخابات حضرت عدد كبير من الانتخابات المغربي، هذه الانتخابات غير مسبوقة، ربما يوازيها انتخاب عبد الرحمن اليوسفي وحكومته في عام 98 التي قادت الانتقال الديمقراطي والتوافقي، والآن هذا انتقال ديمقراطي يقول الكثير من المغاربة. شكرا عبد الرحيم الفارسي، كنت معنا من العاصمة الرباط. يعني في هذه النقطة التي اختتم بها عبد الرحيم مداخلته، لماذا تشكل هذه الانتخابات نقطة فارقة في التجربة الديمقراطية المغربية أستاذ رضوان؟ بطبيعة الحال هذه الانتخابات تشكل نقطة فارقة في التجربة المغربية. لماذا؟ لأنه لاحظنا سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي عدم استقرار سياسي وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي استمر لسنوات، منذ على الأقل منذ سنة 2011 مما سمي بالربيع العربي. هناك تقلبات وتجاذبات بين تيارات سياسية، تارة تحضر الأحزاب السياسية التي لها مرجعية إسلامية، تارة يتم بطبيعة الحال استبعادها بطرق فيها واحد النوع من عدم احترام للمنهجية الديمقراطية. هنا في المغرب بطبيعة الحال هناك خصوصية في هذا الاتجاه، على اعتبار أن المغرب يحافظ على انتقاله الديمقراطي انطلاقا من صناديق الاقتراع، هي التي حددت الحزب الفائز سنة 2011، هي التي حددت أيضا حزب الفائز سنة 2016، واليوم بطبيعة الحال هي التي أدت إلى اندحار الحزب الذي قاد الحكومة لمدة ولايتين وصعود حزب آخر. بطبيعة الحال رأى فيه الناخب المغربي، رأى فيه المواطن المغربي بديلا على بطبيعة الحال. هنا يجب أن نسأل الناطق الرسمي باسم الحزب، يعني أستاذ شفيق، ما الذي وما هي الوصفة التي جعلت المغاربة يثقون والجزء الأكبر من الناخبين يصوتون لصالح التجمع الوطني للأحرار؟ أولا قبل الإجابة على السؤال، وجب التنويه باحترام دورية انتخابات في المغرب. نحن نعلم أن مجموعة من الدول في العالم أجلت الاستحقاقات والانتخابات بفعل جائحة كورونا. المغرب اليوم يبرهن أنه بلد قوي، بلد له خصوصية. ما الذي أقنع المغاربة في التجمع الوطني الأحرار؟ التجمع الوطني الأحرار بنى مشروعه انطلاقا من أكبر عملية إنصات شهدها حزب مغربي من خلال برنامج 100 مدينة 100 يوم، حيث استمعنا إلى أزيد من 300 ألف مواطن مغربي ومغربية، واستمعنا إليهم وأنصتنا ووقفنا على حجم تطلعاتهم وانتظاراتهم. خرجنا بخمس التزامات أساسية اللي هي الحماية الاجتماعية والصحة والشغل والتعليم وإصلاح الإدارة. هذا البرنامج الواقع والمرقم أقنعهم، بالإضافة إلى كفاءة ونزاهة المرشحين الذين قدمناهم في هذه الاستحقاقات. مشروع الأحرار أو سأقاطعك في هذه النقطة، يعني هناك من يقول إن رغبة المصوتين والناخبين في معاقبة حزب العدالة والتنمية هي التي جعلتهم يصوتون لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، هل أخذتم هذه النقطة بعين الاعتبار؟ وأكيد أن كان هناك تصويت عقابي ضد العدالة والتنمية، ولكن تلك الأصوات ربما وزعت على جميع الأحزاب. اليوم الصدارة أو المكانة التي تبوأها
أعتقد أنها بناء على ما قلت، أولا نزاهة كفاءة المرشحين، ثم البرنامج القوي والذي يتجاوز برنامج انتخابيا إلى عرض سياسي لصالح المغاربة، لأن المغاربة كما استمعنا إليه في الحملة الانتخابية أو قبلها، لأننا نحن حزب إنصات الدرجة الأولى، ملوا المغاربة، ينتظرون البديل، ينتظرون التغيير، ربما وجدوا ضالتهم في حزب التجمع الوطني الأحرار والذي سيرأس الحكومة المقبلة إن شاء الله بحكومة منسجمة قوية. طيب دعونا يعني نتحدث عن شخصية عزيز أخ النوش، يعني هذه الشخصية تلقت الكثير من سهام النقد قبل الانتخابات، هناك من يقول إنه رجل أعمال بالدرجة الأولى، ما هو الجديد الذي في شخصية هذا الرجل الذي قد يفيد يعني منصب رئيس الحكومة، يعني خبرته في إدارة الأعمال كيف ستضيف إلى رصيده عندما نتحدث عن رئيس حكومة يدير شؤون البلاد؟ أعتقد أنه في البداية سيد عزيز أخ النوش باعتباره رئيسا لحزب تجمع الوطني للأحرار، وهذا الحزب بطبيعة الحال من بين أهم الأحزاب السياسية بالمغرب، حظي أولا بثقة المناضلين داخل هذا الحزب بطبيعة الحال بناء على ما راكمه وما يقدمه بطبيعة الحال من خطاب، فاعتقادي هو خطاب براغماتي، خطاب أكثر واقعية بطبيعة الحال. هذا من جهة، من جهة أخرى باعتبار رئيس الحكومة اليوم شخصية جاءت من مجال المال والأعمال، أعتقد أنها اليوم قد تعطي إشارات مهمة، خاصة لإعطاء دينامية جديدة على المستوى الاقتصادي. لا ننسى اليوم المغرب لا زال يعاني من تبعات الجائحة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، وبالتالي حتى الوزراء التجمع الوطني الأحرار، خلينا نقول أنه في هذه الحكومة السابقة كانوا يشتغلون في إطار حقائب وزارية مهمة لها ارتباط بالمجال الاقتصادي، وأبلوا بلاء حسنا في هذا المجال، خاصة أثناء جائحة كوفيد-19. سيد شفيق، يعني شخص عزيز أخ النوش، ما الذي أضافه للحزب في الخمس سنوات الماضية؟ هناك من يتحدث عن إعادة هيكلة الحزب، ما الذي حصل يعني في هذه السنوات وجعلت الحزب بالتالي يتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات؟ أكيد حضور وتقلد قيادة الحزب من طرف عزيز أخ النوش هي التي أعطت هذه الدينامية الكبيرة. كانت هناك جولات جهوية عديدة، منها الجهة 13 يعني داخل مغاربة العالم الحزب. نعم مغاربة العالم، كانت هناك عمليات إنصات المواطنين، تم تأسيس أزيد من 18 هيئة موازية أو تنظيم موازي. نحن نعلم أن الحزب عمره 43 سنة لم تكن له أي هيئة موازية، خاصة الشباب والمرأة، فتح المجال لهذه الطاقات والكفاءات لإبراز قدراتها وإبراز مواهبها. عزيز أخ النوش هو قدوة سياسية لكل شباب وشابات التجمع الوطني الأحرار. طيب سأقاطعك، يعني حتى نتقدم في النقاش، المشاورات الآن ستبدأ قريبا مع الأحزاب، ما هي الأحزاب الأقرب لكم في تشكيل الحكومة، وهل هناك اتفاقات مسبقة يعني عقدت في هذا الإطار؟ أتمين فقط على عزيز أخ النوش، ما الذي أضافه؟ عزيز أخ النوش رجل وطني ومواطن ناجح في 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 مجال المال والأعمال، فكيف له ألا ينجح في تدبير حزب سياسي كما نجح أيضا في تدبير قطاع حكومي اللي من أكبر القطاعات الحكومية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والبيئة والغابات، وأكيد أنه سينجح في رئاسة الحكومة وفي تدبير شأن العام. التحالفات والمفاوضات كما قلت، السيد الرئيس عزيز أخ النوش إبان ندوته الصحفية أمس قال بأن احنا يدنا ممدودة لجميع الفرقاء السياسيين، بمعنى جميع الأحزاب السياسية التي تتقاطع، ما هي هذه الأحزاب؟ حزب تجمع الأحزاب الوطنية التي تتقاطع مع حزب تجمع الوطني الأحرار في الرؤى، في التوجهات، والتي لها رغبة كبيرة في خدمة الوطن وفي خدمة المغاربة. طيب الأصالة والمعاصرة، الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي أو كلهم معا، كل الأحزاب مرشحة للتحالف وخلق تحالف حكومي، كل الأحزاب الوطنية مرشحة. طب هل لديكم تصور مبدئي سيد شفيق؟ تصور مبدئي، يعني نحتاج اليوم إلى أن تعطينا خبر عن من الأقرب
من الأحزاب الأربعة المتصدرة للمشهد. الأيام القليلة المقبلة جديرة بالجواب على هذا السؤال. اليوم كما قلت جميع الأحزاب الوطنية هي مرشحة لتكون في الحكومة المغربية. ربما الأخ الرئيس أجاب على هذا السؤال أمس وقال بأن يدنا ممدودة للجميع ولا خطوط حمراء، بالتالي فالإجابة على السؤال ستكون في المستقبل القريب. طيب إن شاء الله. سأسأل أستاذ رضوان، ربما يستنبط معطيات من كلامك. أستاذ رضوان، ما هي الأحزاب الأقرب اليوم لتشكيل ائتلاف؟ يقول عزيز أخنوش إنه الأهم أن يكون منسجم ومتماسك. سنتحدث عن الأصالة والمعاصرة بحكم أنها كانت قريبة قبل الانتخابات من حزب العدالة والتنمية. حظوظ الأصالة والمعاصرة اليوم في الالتحاق بالائتلاف الحكومي؟ أعتقد أن السيناريو الممكن أو السيناريو المحتمل بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار هو السيناريو المرتبط بتحالف أولا مع حزب الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن نتائج الانتخابات وإرادة الناخبين أرادت لهذا الحزب أيضا أن يتبوأ مكانة مهمة، بمعنى أن هذا الحزب أيضا الذي ظل في المعارضة منذ نشأته عشر سنوات في المعارضة 15 سنة ستكون ثقيلة تماما. لا أعتقد أن هذا الحزب سيغامر اليوم ويعود إلى المعارضة ثانيا، ولا أعتقد أن هناك أسباب وجيهة حتى من ناحية السياسية، ليست هناك أسباب وجيهة لرجوع هذا الحزب للمعارضة، خاصة وأننا اليوم في المغرب الرهان هو وجود نموذج تنموي تجتمع عليه جميع الأحزاب السياسية من أجل بطبيعة الحال الوصول بالمغرب إلى بر الأمان، ولا أعتقد أن هذا الحزب سيخلف الموعد، على الرغم بطبيعة الحال من أنه يمكن أن نلاحظ هناك بعض التشنجات السياسية بين القيادات مثلا، ولكن قد يتم تجاوزها تماما. المرحلة السياسية المقبلة قد يتم تجاوزها، ولا أعتقد أننا سنذهب في هذا الاتجاه، بالإضافة بطبيعة الحال إلى حزب الاستقلال. حزب الاستقلال نعم. بطبيعة الحال أعتقد أن وجوده مفيد بالنسبة لهذا الحكومة المقبلة، خاصة البروفيلات التي يتوفر عليها اليوم. إذن سنتابع وسنرى ما الذي ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن التحالفات والمشاورات. شكرا جزيلا أستاذ رضوان أعميمي، شكرا جزيلا أستاذ شفيق الودغيري على حضوركما معنا. بالنسبة للحكومة وقتنا لم يعد يسمح، يعني في مرات مقبلة. الآن من المغرب إلى تونس ونتابع آخر تطورات هناك مع إيمان الحرش.